Hello students from BTC Academy. Hope that you are all safe and doing fine. I am Wala. Welcome to BTC Academy online sessions. Today, in session 3, we are going to start with Microsoft Paint. في session 1 and 2 حكينا نحن شو هن البيسك فاندمنتالز للكمبيوتر حكينا الكمبيوتر بارتس شو هن ماوس كيبورد حكينا كيف بنصنفهم از انبوت اند اوتبوت بارت حكينا شو هي واتس ا داتا كيف بيتعامل البارتس مع الداتا انتقلنا لانه كيف نعتني بالكمبيوتر تبعنا صح انتهينا بخلاصة او سيلابس بنسميه شو حناخذ ان شاء الله هاي السنه وحكينا على انه اول سوفت وير حناخذه نحن هو مايكروسوفت بينت كأول هلا هي استثنائيا هي الاكتيفيتي هلا اكتيفيتي 1 حياخذ معنا 2 سيشنز لاي لانه حنتعلم نحن كيبورد سكيلز وحنتعلم ماوس سكيلز قبل ما نبلش فعليا نفوت بالبينت اوكي سو لاجل هذا السبب استثنائيا بالعادي نحن كل اكتيفيتي بياخذ معنا 1 سيشن بحصه نخلصها ولكن هلا اليوم لا استثنائيا هي الاكتيفيتي حياخذ معنا 2 سيشنز هاي الاكتيفيتي الموجود قدامنا مثل ما شايفينه مؤلف من هاي الأوبجكت موجود عندي وعندي أنا من 1 ل 7 هاو ستابس الخطوات اللي لازم أعمله هلأ هاي الفايل حخليها مفتوحة قدامي إن شاء الله حنعملكم أبلود لهيدا الفايل مع الفيديو بتمشي معهم in parallel عندي أنا ستابس from 1 till 7 كل ستاب كل خطوة بتقلي شو لازم أعمل بلاحظ أنا وينسرت بالخطوات شو بقي عندي لخلص وبنفس الوقت بس خلص هاو الخطوة الستابس صح فعليا بكون خلاص المطلوب مني أنا بهي الأكتيفيتي سو بيقلي هلا open Microsoft Paint program مثل ما حكينا قبل ما بلش بالبينت حناخذ شوية سكيلز لكيبورد اند ماوس كيف نتعامل معهم صح اوكي سو جيت انا هلا عملت مينيمايز حخليها مفتوحه قدامي على التاسك بار بس عملت لها مينيمايز من فوق بتضلها مبينه تحت حاجي هلا انا بالاول للماوس سكيلز كبست عليها سواء كنا عم نشتغل على الديسكتوب كمبيوتر عم نستعمل نحن الديسكتوب ماوس او عم نشتغل نحن على اللابتوب واللي هي بنسميها نحن التاتش باد اوكي سو عندي مؤلف الماوس من ليفت كليك كبسي ميل شمال رايت كليك هلا ملاحظين انه هاي بتضوي عندي احمر اوكي اما هذيك بتضوي بلو سو هاي انا خليتها لحتى نشوف نحن وين عم نكبس صح سو ليفت باتن حتضوي احمر هذيك الرايت باتن حتضوي بلو اذا قلت انا الاول كبسي او الليفت باتن ليفت كليك هي فعليا هاي الكبسي اما اذا قلت تاني كبسي او رايت باتن هي فعليا ميلة اليمين رايت باتن اوكي كبسة اليمين سو عندي انا اكيد الكيبل عندي سكرول ويل وعندي اكيد الماوس باد هو بتألف الماوس اجزاء الماوس في حال كنت عم اشتغل انا على داسكتوب سو حتى ممكن تكون عم اشتغل على لابتوب اكيد موصل انا داسكتوب ماوس عليها كمان بيمشي الحال طيب بنتبه اكثر شيء من الليفت باتن كيف بعملها كبسي او كبستين اوكي حنحكي عنها هلا ان شاء الله بالاكتيفيتي في حال كنا عم نشتغل ما عنا desktop mouse حنشتغل نحن على touch pad لللابتوب نفس الشيء في عندي أنا left button عندي right button كبسة اليمين وعندي الكبسة الأولانية أوكي في عندي أنا touch pad هوني بزيح من خلاله لاي لأنه الماوس movements أنا اللي عندي إياهن هني 4 شو هني شو في أعمل بالماوس في أكبس كبسة بسميها click في أكبس كبستين بسميها double click في اعمل point يعني يزيح الماوس شايفين هالماوس عندي هلا انا وينيه السهم وينيه بيني باللون الاصفر عندكم اوكي هايلايت ما عملها سو هاي بسميها point فاذا كليك دبل كليك point اند drag drag هي اني انا ضلني كابس ايدي على اللفت بوتن ويزيح بالماوس هاي بسميها drag اوكي سو هاو البيسك موفمنت للماوس خلصت حعود للاكتيفيتي شوي حخلي اجد الكيبورد حاستعمله انا بقلب البينت بيقلي هلا step 1 open microsoft paint program حافتح البينت من الكمبيوتر من عندي عملت مينيمايز لهي جيت انا هلا على start button بكبس عليها كبسه وحده اللي هي left click بالماوس اوكي left click كبسه وحده بس تفتح عندي بهي الشكل بيجي على الكيبورد لحتى اكتب paint لحتى قال له يا كمبيوتر افتح لي البينت سو حاجي انا على الكيبورد بهذا الشكل بدي اكتب انا هلا p a i n تي لا تفتح البينت عندي بينت صح بكبس عليها مش كبسة اليمين رايت كليك نو ليفت كليك اول كبسة الاساسية لضوي احمر اللي عندنا كبست عليها كبسة فتح البينت قدامي هاي حعملها مينيمايز
حأجلها شوي اوكي بعدين حنشتغل على الكيبورد. قبل ما نبلش بالاكتيفيتي لانه خلينا نشوف شو هو البينت. البينت هو سوفتوير بيخليني اني انا ارسم اي شيء بدي اياها ولون بنفس الوقت واكتب اسمي. اكزامبل في ارسم فلاور، ارسم انيمال، ارسم باس، لون اي شيء اي شكل بدي اياها، استعمل الشيبس، استعمل قلم بنسل، اكتب اسمي فاميلي نيم كلاس سكشن، كل هالتفاصيل بيخليني البينت استعملها. بالاضافه اكيد بدي استعمل انا كيبورد اند ماوس اوكي. سو حاجي انا هلا بالاول حبلش بهودي التولز. For example عندي أنا القلم، هلا لاحظين مش عامل select للقلم، يعني أنا مش منقي البنسل. هلا كيف بنقي البنسل؟ بعمل point للماوس على شيء، يعني point يعني بزيح السهم لحد ما أوصل على البنسل وبكبس بس كبسة واحدة واللي هي left button الأساسية، كبسة واحدة بس. شو عمل هلا؟ نقي مين البنسل، صار في عليها icon select وتعلمت البنسل. بس انزل على الأبيض لتحت هاي المساحة اللي بتخليني أكتب وأرسم ولون، مبين البنسل عندي. كيف بدي أرسم أنا خط بالبنسل؟ بضلني كابس إيدي على left button وبزيحة أوكي. سو إذا كان عندي touch pad نفس الشيء، بضلني كابس إيدي على left button وبزيح بالtouch pad موجودة هون. أكيد حاستعمل إيدتين أوكي في حال touch pad. سو كبس for example بهذا الشكل وزحتها هيك، نعمل عندي خط يس. بدي إجي أنا نقي لون تاني اوكي، كبست من الكالر بليت من فوق، نقيت الكالر، جيت لهون بيتكابس ايدي وزحتها. بدي محي هاي اللون هاي الخط، اكيد بستعمل محاي. بس نحنا مش حنتعلم عن المحاي، اهون لي حاتعلم شيء اسمه اندو، تعمل لي ستوب قبل. يعني هلا فور اكزامبل حاجي انا على البنسل اعمل سيلكت البنسل وعملت الخط. شو اخر خطوه عملتها انا؟ الخط الاحمر. فاذا الاندو بتشيل اخر خطوه عملتها، يعني الخط الاحمر حنشيله في حال كبس هلا على السهم هي، بيشوفك بس عليها باللفت كليك بتضوي احمر اندو. في حال ما كانت مبين الاندو عندي هون، مش مبين السهم عندي انا اوكي، بيجي انا هلا بكبس على مانيو تول او تول بار مانيو بسميها على السهم. الاندو مش محطوط حدا صح، يا بينت حط لي حدا صح لحتى تبين فوق. سو اوتوماتيك اللي بكبس عليها بس كبسه وحده بينت عندي فوق الاندو، بكبس عليها بيمحي لي اخر ستيب عملته، وبعد كبسي كمان بيمحي لي قبلها اوكي. بدي اجي انا هلا اكتب اسمي فور اكزامبل، بكتب اسمي بالتكست تول واللي هي الاي اوكي. كيف بعمل؟ انا مش عامل سيلكت للاي، مش كابس عليها، بكبس على الاي صح نقي لي التكست تول. وين بدك تكتب؟ ملاحظين كان عندي بنسل من شوي هيك اللي موجود عندي هون الايكون كيرسر، قلب هلا لهي الاي اوكي على بتسمح لي اني اكتب تكست. بدي اكتب انا هون كبست هون، ملاحظين ما عادش فيه فوق، اختفت من عندي انا البنسل والفيل تول والايريزر اللي كانوا مبينين. بدي اكتب، شو بدي استعمل لحتى اكتب؟ اكيد كيبورد، لانه الكيبورد هو بياخذ مؤلف من نمبرز اند لاترز. التكست تول هي بتاخذ النمبرز اند لاترز من الكيبورد وبتزت لي اياهم بقلب البينت. سو حاجي انا هلا فور اكزامبل نيم ان اي، ليش طلع اللون احمر؟ لانه انا منقي سيلكت للكلر احمر فوق. باك سبيس بتمحي، نقي لي اللون اسود صح، تكتب لي نيم غلط بدي اياها كابيتال ان. سو هولد اب ذا شيفت كي. فاذا الكيبورد مؤلف من نمبرز اند لاترز، باك سبيس هي بتمحي، شيفت كي هي بتعمل كابيتال لاتر. هولد اب بدي كابس انا على الشيفت كي، ملاحظين بس اكبس على الشيفت كي شو بيصير؟ كابيتال سمول اف كابيتال اف، سمول دي كابيتال دي، سمول سي كابيتال سي. بيجي اكتب هلا سمول ان كابيتال ان، بيجي بكبس انا بدي كابس ايدي على الشيفت وبكبس ان بتطلع ان كابيتال اي ام اي. خلصت كتابت نيم، ما عادش بدي الكيبورد. في هاي طول ما هي مبين التكست تول في اتعامل معها محل ما انا بدي، في احملها وزيحها محل ما انا بدي. بس اكبس على الابيض تثبت محل النيم، ما عادش في زيحه الا ما امحيها بالاندو من اول جديد. سو كبست كبسي باللفت باتن على الابيض ثبتت، بينوا اساسا فوق البنسل والفيل تول مثل ما كانوا قبل اوكي. سو جيت انا هلا بدي ارسم حيالة الشيب من هاودي، بكبس على السهم بنقي حيالة الشيب، اخذ نجمي فور اكزامبل ستار بكبس عليها، بدني كابس ايدي على left button مثل ما حكيت اوكي وبزيحها. سو جيت هلا على البينت، بدني كابس ايدي على left button وبزيحها بهذا الشكل. عندي النجمه في القطع من هون، كبر وصغر قد ما انا بدي اوكي. عملتها هالقد بس اكبس على جنب ثبتت محلها، معش في زيحه غلبطت. شو بعمل؟ بكبس على undo
بديش اياها. For example كبست again على الترانجل جيت لهون بتكبس ايدي عليها ورسمتها بهذا الشكل خلصت بس اكبس على جنب تثبت محلها بدي لونها اوكي هاي الفيل تول نقيت الكالر من هون ولونت بهذا الشكل هاو هلا البيسك سكيلز ل اتعلم انا او كانتروداكشن للبينت اوكي هلا الاكتيفيتي 1 مش حبلش فيه مثل ما حكينا بهاي السيشن حياخذ معي سيشن لحاله استثنائيا هالاكتيفيتي اخذت 9 سيشنز بس لانه احنا اخذنا ماوس اند كيبورد سكيلز واخذنا بنفس الوقت كيف افتح البينت وكل هودي التفاصيل واخذنا انتروداكشن على البينت بدي محي هاي اكيد بكبس هون سهم سو هيك بنكون نحن خلصنا فعليا اكتيفيتي او خلصنا هاي السيشن نيكست تايم ان شاء الله حنبلش بالاكتيفيتي 1 اوكي بطلب منكم هلا بالبنسل تعملوا حيار للشيب انتم بدكم اياها فور اكزامبل نلقط الفيل تول ونلونها كل هاي التفاصيل نكتب اسمنا فينا نعمله نحن هلا بهاي الاكتيفيتي كانتروداكشن للبينت خلصت بيجي انا بكبس اكس كلوز لحتى سكر هالبرنامج بيقول لي الكمبيوتر بدك سيف هالشيء عندك يعني بدك تاخذ هيدي الصور تحطها بالكمبيوتر قول له لا دونت سيف لانه بنكست سيشن صدق اكتيفيتي 1 ان شاء الله حنتعلم كيف نعمل سيف دونت سيف بكون انا هلا هيك بكون خلصت انا هاي السيشن نكست تايم ان شاء الله حنبلش باكتيفيتي 1 ثانك يو فور واتشينج ويش يو اول ذا بيست سي سيف اند جود باي